هلا شلونكم؟ رحب بيكم اجمل ترحيب بسوالف اهلنا. سؤال اليوم بسوالف اهلنا يقول شنو اغرب شيء صار وياك باول يوم بالجامعه؟ تعالوا نشوف اراء الناس بهالموضوع وبعدها راجعين حتى نكمل. جيجين شنو اغرب موقف صار وياك باول يوم بالجامعه؟ انا حدران طالب سادس ما رحت الجامعه، ان شاء الله ما يصير وياي موقف غريب. انا اعتذر معزوم غير عادي. هلا وصلنا بعدني سادس. سادس احيائي. شنو الحلقه برعايه السادس احيائي؟ يلا سهل. اغرب موقف صار وياك باول يوم دوام لك بالجامعه؟ مثل الطفل وينتهي ابوه. ما تندل كل شيء. عندك كل شيء. ثاني يوم نفس الحاله. ثالث يوم حد شهر كامل بالاخير طه. انت لو مبطل هو احسن. اي والله. لا تعسل. اغرب موقف كنت لابس سيت ابيض وجتني طوبه هنا ودمرت. تدمر السيارة. ايوه ليه ترجع؟ رجعت تبكي. بالضبط. انت بالبدايه جيت مصدق لابس ابيض ماجد المهندس. تقريبا. لو لابس دشداشي. والله. اغرب موقف صار وياك باول يوم لك بالجامعه؟ قعدت بغير قاعه وطلعت طلاب مرحله ثانيه وانا طالب مرحله اولى فكان موقف كلش محرج. ايش فيك لو باقي وسايق السنه والتعابر للثالث قبض؟ لا تعبر مو؟ تعبر. بعدني يا صف ثالث متوسط بعد الثالث؟ والله بعدني. يلا ان شاء الله تعالي بعد اربع سنوات سوى اشتقاء. باي باي. وصلت ياكم الختام سوالف اهلنا. شكرا لكل الناس اللي شاركوني محور هالفقره. هسه اقول لكم باي باي.